إذا أكتهين مدحوينها جمهورية فدرالك الصوماليا أي جهية سياسة أرمها دبدا قيب كستا أو دولة كمد أهنا مسؤولية باكسار كالنت كجادن حقيقينتا يمل مرنتا مسؤولية داسنا رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصوماليا أي مدحوينه وكل شيء مركز رئيس الوزراء أسي وكل شيء وزير كمدة قوله وزارة أرمها الدبدو ووزارة إسكو دودة أما إسكو دوردة سياسة أرمها الدبدة إدال كان وأنا وجهي عن عالمك كقابليني هذا أنا جو كوكالسون هول كرني ماذا يتيا هذا هول وذا ندا وزارة يدمان دبلوماسيين تصوماليا وحنكور رجوينا إن شقده مهم كوزارة عن قرن كأي أوهايسو عن سي لبجبار دونو كان سي عن بقاد دونو هل كأي مان تجوكتو تاسنا وحا أقوين جيد سعودك غورهر أنصاب بلونا السيدة دجين تقرشيه سيدة رسمي غاون بلونا لوكونا السيدة يطوان كي حدنا أسوق بقوابي قرشها سوح كسا بسين يا سيدة صوماليا ولو ريجي لهيد مسؤولية دا سوقيد دا أمنيغا قرنكا ومدو أفر يطوان سنة أي قيب بدن صوماليا وغتير سنايد هاول قلقا إيدما دا مدوغا أفريكا هي إيدما كوبان أو كسعودة دلال عن قعنسار دولة لأنها صومالي دو حي كماه ماهدا بيو سعبادا دا لغا درقا وحان وغقل الله يهماشاس مهيمد يمدنان وين أي إنو الله دا حي تابقلين تقرشاها أي صومالي دو كلا وريقيسو مسؤولية دا سوقيد دا أمنيغي دا قرن سيدا أكتهين مدحوينها جمهورية فدرالك الصوماليا أي جهية سياسة دا أرمها دبدا قيب كستا أو دولة دا كمد أهنا مسؤولية باكسار كالنت كجادن حقيقينتا يمل مرنتا مسؤولية داسنا رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك الصوماليا أي مدحوينه وكل شيء مركز رئيس الوزراء أسي وكل شيء وزير كمدة قوله وزارة أرمها الدبدو ووزارة إسكو دودة أما إسكو دوردة سياسة أرمها الدبدة إدال كان وأنا وجهي عن عالمك كقابليني هذا أنا جو كوكالسون هول كرني ماذا يتيا هذا هول وذا ندا وزارة يدمان دبلوماسيين تصوماليا وحنكور رجوينا إن شقده مهم كوزارة عن قرن كأي أوهايسو عن سي لبجبار دونو كان سي عن بقاد دونو هل كأي مان تجوكتو تاسنا وحا أقوين جيد سعودك غورهر أنصاب بلونا السيدة دجين تقرشيه سيدة رسمي غاون بلونا لوكونا السيدة يطوان كي حدنا أسوق بقوابي قرشها سوح كسا بسين يا سيدي صوماليا ولو ريجي لهيد مسؤولية دا سوقيد دا أمنيغا قرنكا ومدو أفر يطوان سنة أي قيب بدن صوماليا وغتير سنايد هاول قلقا إيدما دا مدوغا أفريكا هي إيدما كوبان أو كسعودة دلال عن قعنسار دولة لأنها صوماليا دو حي كماه ماهدا بيو سعبادا دا لغا درقا وحان وغقل الله يهماشاس مهيمد يمدنان وين أي إنو الله دا حي تابقلين تقرشها أي صومالي دو كلا وريقيسو مسؤولية دا سوقيد دا أمنيغي دا قرن سيدا أكتهين مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصوماليا أي جهية سياسة دا أرمها دبدا قيب كستا أو دولة دا كمد أهنا مسؤولية باكسار كالنت كجادن حقيقينتا يمل مرنتا مسؤولية داسنا رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك الصوماليا أي مدحوينه وكل شيء مركز رئيس الوزراء
أسي وكيشي وزير كمدة قوليهيس وزارة الرماه الدبادو ووزارة اسكو دودا أما اسكو دوارد سياسة الرماه الدبادة يدال كان وأنا وجهي عن عالمك كقابليني حتى أنا أقول كوكالسون هاو الكرنمة هي التيادة هاو الوذانة وزارة هي دمان دبلوماسيين تصوماليات وحن كور رجوينا إن شقد مهم كا وزارة دان قرن كا أي أوهايسو عن سي لبجباري دونو كان سي عن بقاد دونو هل كا أي مان تجوكتو تاسنا وحا أقوين جيد سعود كا غور هرا عن صوب بلوني سيدا دجين تقرشيه سيدا رسمي غا هون بلوني لبكوني سيدا يتوان كي حدنا أسوق غبقوبي qorshaha soo xukuusaabsan yahay sidii Soomaaliya ay ula wareegi lahayd mas'uuliyadda sugidda amniga qaranka oo muddo 14 sano ay qayb badan Soomaaliya uga tirsanayd hawlgalka ciidamada madawga Afrika iyo ciidamo kooban oo ka socda dalal aan gacan saar dhow la leenahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa biyo sacabadaada lagaaga looga dhargaa waxaan uga golayaa meeshaas muhiimad iyo mudnaan weyn ayay inoo leedahay taabagelinta qorshaha ay Soomaalidu kula wareegayso mas'uuliyadda sugidda amnigeeda qaran sida ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa jeheeya siyaasadda arrimaha dibadda qayb kasta oo dawladda ka mid ahna mas'uuliyad baa ka saaran kaalinta kaga aadan xaqiijinta iyo meelmarinta mas'uuliyaddaasna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynuhu u wakiishay markaasaa ra'iisul wasaaruhu u sii wakiishay wasiir ka mid ah golihiisa wasaaradda arrimaha dibadda waa wasaaradda isku دودا أما إسكو دوارد سياسة دا أرميها دبادة إدال كان وأنا وجهي عن عالمك كقابليني حتى بقى أنا أقول كوكالسون هاو الكرنمة دا إيا التيايا دا هاو الوذيانة دا وزارة دا إيا دمان دبلوماسيين تصوماليات وحن كور رجوينا إن شقد مهم كا وزارة دا أنا قرن كا أي أوهايسو عن سي لبجباري دونو كان سي عن بقادي دونو halka ay maanta joogto taasna waxa ugu weyn geedi socodka goor hore aan soo bilownay sida dejinta qorshihii sida rasmiga ah aan bilownay 2018kii haddana uu soo gabagabowey qorshahaas wuxuu ku saabsan yahay sidii Soomaaliya ay ula wareegi lahayd mas'uuliyadda sugidda amniga qaranka oo muddo 14 sano ay qayb badan Soomaaliya uga tirsanayd hawlgalka ciidamada madawga Afrika iyo ciidamo kooban oo ka socda dalal aan gacan saar dhow la leenahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa biyo sacabadaada lagaaga looga dhargaa waxaan uga golayaa meeshaas muhiimad iyo mudnaan weyn ayay inoo leedahay taabagelinta qorshaha ay Soomaalidu kula wareegayso mas'uuliyadda sugidda amnigeeda qaran